توضيح مقاييس انتداب المرافقين ومدى تلقيهم تكوينا خاصا في هذه المسألة، مسائل لوجستية وغيرها، كيفية اختيار مقرات الإقامة، مدى إشراف، هذا سؤال يعني بالضبط ماذا بينا نتوضحه سيد الوزير، مدى إشراف الوزارة على شركة منتزه جمرت. سؤال أختم به، لماذا ربما هنا السيد وزير نقل يكون شريك في الإجابة، لماذا لا يسمح لوكالات أسفار أخرى بالمشاركة في تنظيم رحلات الحج عموما؟ هذه سيد الوزير أهم نقاط التي أردت إدراجها في سؤالي، مع الشكر مسبقا. سيد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية، تفضل. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النواب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعدت غاية السعادة بتوجيه هذه الأسئلة من السيدة النائبة المحترمة السيدة أمال عزوز، وفي الحقيقة كنت وددت أن يكون بيان موسم حج هذا العام يأخذ حظه من البيان والتفصيل لاعتبارات كثيرة أنا في غنى عنها في هذه العجالة. أكتفي بالقول بأن موسم الحج هذا العام رغم كونه موسما استثنائيا وانتقاليا، ورغم الظروف الصعبة التي عشنا فيها على مستوى وزارة الشؤون الدينية وغيرها من الجهات المتدخلة وغير ذلك، إلا أنه قد مر بنجاح وتميز في كثير من مواضعه، وبناء على ما فيه من محاسن جديدة تتعلق بمختلف خدمات في السكن وفي النقل وفي القرعة أو الفرز عن طريق الحصة وغير ذلك من الأمور، خاصة المتعلقة بالإرشاد الديني وبالتوعية الصحية وبغير ذلك. ولكن مع ذلك، وقلنا هذا فيما مضى، بأن هذا الموسم شهد بعض النقائص وشهد بعض الإشكالات الطبيعية التي هي جزء من حقيقة الحج. أقول بأن السؤال متعلق بالتسعيرة. تسعيرة هذا العام 6749 دينار، والتسعيرة في العام الماضي وفي العام اللي قبله أقل بحوالي 10% من السعر. الملاحظ هنا أنه كل عام تزداد التسعيرة بحوالي 10%، وأسباب هذا ثلاثة أو أربع أسباب. السبب الأول، تعلمون أيها الإخوة أن المنطقة المركزية في الحرم المكي شهدت هدم حوالي 70% من الفنادق والعمارات من أجل تحقيق التوسعة المنشودة، وهذه الهدم ب70% أدى إلى ضعف الإمكانيات السكنية في المنطقة المركزية، وهو ما أفضى إلى ضرورة الخروج من المنطقة المركزية إلى المناطق الملاصقة أو المتصلة بالمناسك، وهذا أثر في العرض والطلب. السبب الثاني، تدهور سعر الدينار التونسي بالنسبة إلى الريال السعودي بحوالي 15%. سعر الريال عام 2011 367 مليم، سعره 2012 425 مليم، وهذا أثر في الثمن والسعر. السبب الثالث، ارتفاع سعر الطيران لأسباب ثلاثة: ارتفاع الوقود، وارتفاع أو سعر كذلك الصرف اللي هو أثر في سعر التذكرة، وكذلك هذا العام، وهذا يحسب للمشهد لا عليه، وهو اتخاذ مطار المدينة المنورة مطاراً يستقبل الحجاج ويعودون منه إلى تونس، مما وفر 5 أيام إقامة زائدة في المشاعر المقدسة، ومما وفر كذلك رحلة إضافية كانت معمولة في السابق، حيث كان الحاج ينزل في جدة ثم يذهب إلى المدينة ثم يعود من المدينة إلى جدة. الآن ينزل بجدة ويعود من المدينة، فهناك مسافة بين جدة والمدينة قد وفرت، وهي حوالي 15 ساعة من حيث الزمن. هذا المطار الجديد عليه أداء إضافي حوالي 80 دينار. بالنسبة إلى السكن،
نحن كما ذكرنا وجدنا أنفسنا هذا العام مضطرين إلى مغادرة المنطقة المركزية، ولذلك عملنا ثلاثة خيارات في السكن أو ثلاثة إمكانيات في السكن. عندنا إمكانية أولى في غزة وهي المنطقة الملاصقة للحرم وهي منطقة تقليدية، عندنا فيها ثلاثة فنادق بمجموع 2000 وشوية حاج، وهذه الوحدة السكنية هي تبعد عن الحرم 1000 متر أو 1100، صنف 3 نجوم، وضعيتها العقارية وضعية إلى حد ما مقبولة. المسكن الثاني هو في منطقة كودي في فندق يسمى الميريديان، صنف 5 نجوم، يبعد 1700 متر عن الحرم، فيه 6500 حاج تونسي. والمنطقة الثالثة وهي المنطقة الأكثر جدلاً، منطقة العزيزية اللي هي فيها حوالي فيها 2500 حاج، 1250 حجاج ما يعرفون بحجاج الدوفيز أو مكفولي التونسيين بالخارج، و 1250 من الحجاج بالفرز اللي هم مروا عن طريق التقادم بالأقدمية في الزمن. طبعاً العزيزية هذه لماذا نحن اخترناها هذا العام؟ أولاً لأننا مضطرون كما ذكرت، ثانياً لأنها قريبة من ميناء وملاصقة أو ملتصقة بها. الأمر الثالث أن العزيزية منطقة يختارها الكثيرون من الحجاج، فيها البعثة، فيها بعثات عربية وإسلامية كالبعثة الإيرانية والبعثة التركية والبعثة الكويتية، وهذه البعثات اختارتها منذ ما يزيد على 20 سنة اختياراً لا اضطراراً، بناءً على أن اختيار استراتيجي بالنسبة إلى الحجاج، أولاً من حيث قربها من ميناء وهي ما توفر الراحة والخدمة وقرب من الميناء وأداء شعيرة ميناء، وثانياً لأن بها مرافق كثيرة تجارية وصحية وحداثية ومنتجية وغير ذلك، وأيضاً لأنها موصولة بالحرم من حيث وجود المواصلات الحافلات والسيارات الخاصة. نحن اخترنا العزيزية لأننا مضطرون كما ذكرنا، وطبعاً وجدنا أنفسنا بالنسبة للعزيزية أمام مشكل رئيسي هو إشكال ذاتي في الحج وهو أيضاً إشكال موضوعي. هذا المشكل هو مشكلة النقل، وخاصة يوم 6 و7 ذي الحجة، وهذان اليومان عندهم خصوصيتهم في مكة. هذان اليومان